أهلا بكم من جديد. ألهمت حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا العديد من رسامي الكاريكاتير إبداع أعمال فنية تعبر عن هذه المرحلة وتؤرخ لها. محمد الخوف فنان تشكيلي ورسام كاريكاتوري شهير في المغرب دأب منذ بداية أزمة كورونا في البلاد على نشر رسومات كاريكاتورية ساخرة تتابع تطورات انتشار الوباء وتحث على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتنبه المواطنين إلى عدد من السلوكات السلبية التي ينبغي تجنبها. هذه اللوحات رسمت في زمن مضى قبل أن يتفشى الوباء. أما اليوم فكورونا فرض نفسه على كل الألوان. داخل مرسمه في مدينة الرباط يواجه الفنان محمد الخوى الوباء بطريقته الخاصة بالريشة والألوان. كفنان خصني ضروري نساهم في التوعية وتحسيس مخاطر ديال الظرفية، وأدعو كذلك الناس إلى التزام بكل الإجراءات الوقائية للحد من هذا الوباء، وعلى مستوى الشكل فتكون ساخرة أخفف بها من وطأة هذه الظرفية على الناس، وأحاول أن أمرر الابتسامة إلى الجميع. بين التوعية والسخرية ينتقل محمد الخو في لوحاته. هنا دعوة إلى البقاء في المنزل لأن الفيروس في الانتظار. وهناك لحظة تأمل وسؤال، وماذا لو كان الخوف أخطر من الفيروس نفسه؟ ذلك رهانه، مواجهة الخوف والهواجس بالسخرية. احنا كفنانين كنحاولوا كل ما هو زعما صعيب ولا كل ما هو زي ما قادرش المجتمعات تقبله ولا تتعايش معه، حنا كنصنعوا منه جمال، كنحولوا هذه الازمه الى جمال. وهذا هو الدور ديال الفنان كما كنقولوا دائما. الفنان دائما خصو يرخ وخصو يوثق واحد المراحل. هي الازمه اذا حركت خيال الرسامين والوانهم وحولتهم الى محاربين يصارعون الاحباط والخوف ويؤرخون على طريقتهم أيام الوباء والعزلة. يلقى ذلك صدى عند الناس وقبوله. وبين اللوحة واللوحة هناك إذن فسحة السراحة. تتعدد أساليب المواجهة والعدو واحد، فيروس خفي لا يرى بالعين المجردة. من داخل مراسمهم يجابه فنان الكاريكاتير في المغرب فيروس كورونا. سلاحهم الألوان والكثير من السخرية. يوسف البقالي، العربي، الرباط. ينضم إلينا من الرباط فنان الكاريكاتير محمد الخو. أهلا بك معنا. يعني كورونا فرض نفسه في كل المجالات تقريبا، كيف مزجت بين التوعية والسخرية في رسوماتك؟ السلام عليكم. أولا أتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، وأشكر القناة العربي على الاستضافة. بطبيعة الحال أنا في هذه الفترة أستثمر في هذا الوقت المتاح، أقضي طول الوقت يعني في الحجر الصحي الفني، أشتغل على اللوحات التشكيلية وفي نفس الوقت أشتغل كرسام كاريكاتير بمسؤولية في المساهمة في الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل التصدي لهذه الظرفية، وأنجز رسوما كاريكاتورية يعني أبثها على منصات التواصل الاجتماعي للتحسيس من خلالها بمخاطر هذا الوباء وهذا المرحلة، وفي نفس الوقت بالسخرية كما سلفت الذكر أخفف فيها من وأقلل بها من الذعر وأخفف من وطأة هذه الظروف. طيب هل يعني مواجهة الخوف والهواجس بالسخرية هل تراها نوع من الحلول في تخفيف الوطأة من هذه الأزمة؟ بطبيعة الحال خصوصا الكاريكاتير، كرسام كاريكاتير دائما نحن يعني نتطرق الى قضايا الانسان عموما وبقالب ساخر.
الابتسامة ضرورية في هذه الظرفية ونحن نساهم في نشرها. طيب كيف تقضي يومك محمد في ظل الحجر الصحي؟ دائما كان عندي هاجس وأحلام يعني في حياتي، وكان عنصر الوقت يمنعني، يعني لم كان الوقت غير كافي بتاتا قبل، وأنا اليوم أجدها فرصة سانحة أقضي طول الوقت في المرسم، يعني أنجز لوحات من أجل أن بعد هذه المرحلة إن شاء الله سأقيم معرضا، وهذا المعرض كنت أخطط له من قبل، وهذه فرصة أعتبرها فرصة ذهبية. كيف أثر الوضع الحالي في رسوماتك؟ بطبيعة الحال الموضوع المهيمن على هواجسي الفنية هو موضوع كورونا. أشتغل على البورتري كثيرا، على هذا فيما يخص الجانب التشكيل، ولكن معظم لوحاتي الحالية هي مواضيع كاريكاتورية أتقاسمها مع الناس في العوالم الافتراضية، والموضوع المهيمن والمسيطر هو موضوع كورونا. دائما الفنان هو يمكن اعتباره مؤرخ لتاريخ الإنسان، وأنا من موقعي أساهم في تأريخ المرحلة، وفي نفس الوقت أقوم أو أساهم في الإجراءات التحسيس بالظرفية. نعم، شكرا لك فنان الكاريكاتير محمد الخوة.